عارفين باللي ان وزير الصحه المغربي اي طلب متهم في واحد الجريمه من اخطر الجرائم اللي ممكن يرتكبها واحد الوزير في القطاع ديالو اللي هو قطاع الصحه. كي كنقول باللي وزير الصحه متهم بهذه الجريمه راه ماشي غلوا في التعبير، لكن هذه هي الحقيقه المؤسفه والمؤلمه اللي خص يعرفوها المغاربه كاملين. السلام عليكم، تحيه للجميع. عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غادي يكشف على واحد الملف من أخطر الملفات في المجال الصحي. من أخطر، أقول نسطروا على هاد الكلمة بالخط العريض. علاش؟ لأن الموضوع ديالها هو فيروس فقدان المناعة المكتسبة المعروف اختصارا بالصيدة. هاد الملف كيبان أصغرهم ولكنه أخطرهم. طبعا أخطرهم، علاش؟ لان وداك الشيء علاش خديتو عطيتو الاولويه وما درنا حتى شي حاجه، حتى مشينا وضعنا الشكايه لدى النيابه العامه. في 2017 بالضبط في شهر 7 بحال هذا الشهر هذا غادي يجي واحد المواطن لمركز تحقن الدم بالدار البيضاء باش يتبرع بالدم. ما كتعرفوا، فمن بعد ما كيتبرع شي شخص بالدم ديالو كيديروا له التحاليل لهذا الدم هذا، كيشوفوا واش هذا الدم هذا مزيان ولا ماشي مزيان. ومن بين الفيروسات اللي كيديتيكتاو في هذه التحليلات هذو هو فيروس الصيدة او فيروس فقدان المناعة المكتسبة. هذا المواطن اللي جاء لمركز تحقن الدم بالدار البيضاء غادي يكشفوا او غادي يكتشفوا بلي انه مصاب بالإيدز. من بعد هاد العملية هادي غادي يمشيو مباشرة لدوك لي بوش للإشارة. فمن بعد ما كيتبرع شي واحد بالدم كيقسمو داك الدم لثلاثة ديال لي بوش، غادي يمشيو يقلبو على دوك لي بوش باش يحيدوهم. علاش؟ لأنهم فيهم الصيدة. غادي يلقاو بلي أنه كاين غير بوش وحدة، جوج ديال لي بوش مفقودين. غيعياو ما يقلبو عليهم ما غاديش يلقاوهم. الفضيحة الكبيرة والطامة الكبرى هو أنهم غادي يلقاو من بعد ما غادي يقلبو بلي دوك لي بوش دو بوش وحده مشات لواحد المواطن كاين في واحد المستشفى او في واحد الكلينيك بريفي في الدار البيضاء بطبيعه الحال، والبوش الاخرى استفد منها واحد المواطن في المستشفى ديال 20 غشت في الدار البيضاء. في مركز التحقن ديال الدم في الدار البيضاء جا مواطن عطى الدم، داز الدم ديالو في التحليل لقاو فيه السيده. طبعا فاش كناخذوا الدم كيتقسم على ثلاثه ديال لي بوش. فاش تعرفات هذه المساله الرقم ديالها 0519213685 انها سيرو بوزيتيف، فاش قلبوا ما لقاوهمش. كانوا خرجوا قلبوا عليهم، بداو تيقلبوا المديره تعلمات وداك الشيء، داروا بداو ديك الساعات يقلبوا فينا هاد لي بوش ديال الدم. المشكل اللي كان هي ان واحد البوش لقاوها تعطات لواحد مواطنه في ان كلينيك بريفي في الدار البيضاء، والبوش الثانيه تعطات لمستشفى بن رشد 20 غشت في الدار البيضاء. والبوش الثالثه هي اللي لقاوها، اذا قدروا يعزلوها. المعنى ديال هذا الشيء بلي ان مواطنين تصابوا بالصيده، وهذا الشيء كنهضروا على 2019. من 2019 حتى 2023 يعني اربع سنين مش حال من واحد يكون تصاب بالفيروس ديال الصيده الى يومنا هذا. هي المغربيه لحقوق الانسان من بعد ما توصلت بهذا التقرير هذا المفزع وبهذه المعطيات اللي كتخلع صراحه، اي واحد غادي يسمع هذه المعطيات هذو غادي تخلع، غادي يكون عندها خيارين، اما انها تدير شكايه الى النيابه العامه للتحقيق في هذا الملف هذا، واما انها توجه الاعلام باش المغاربه يعرفوا شنو كاين. بعد المشاورات غادي تقرر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان انها تدير شكايه الى النيابه العامه وتسنى واحد المده معينه باش يشوفوا الرد ديال النيابه العامه. فعلا هذا الشيء اللي دار، وباش النيابه العامه تحرك المسطره بشكل استعجالي في واحد الوقت يعني خصها تزرب، لاحظت الجمعيه بلي ان النيابه العامه ما دارت حتى شي حاجه وما تواصلتش مع الجمعيه باش تقول لهم بلي اننا بدينا في الاجراءات ولا درنا شي حاجه باش نوقفوا على هذا الملف هذا. حتى مشينا وضعنا الشكايه لدى النيابه العامه، مع الاسف الشكايه وضعناها نهار الجمعه، كنا كنتسناو النيابه العامه تحرك بسرعه كبيره، وكما قلت كان خص دير في 24 ساعه على الاقل يتصلوا بنا كجمعيه ويقول لك اننا بدينا البحث باش نوقفوا هذا الشيء. ما تواصلوش معكم؟ ما تواصلوش معنا، لذلك التجانا الاعلام. الفضيحه الاكبر من هذا الشيء كامل هو ماشي انه الفيروس ديال الصيده تسرب وقع واحد الخطا معين، الفضيحه هو ان وزير الصحه الحالي اي الطالب غادي امر بطي هذا الملف. من خلال هذا التقرير اللي عندنا ان الوزير في اخباره الوزير في اخباره هو اللي طلب ان الملف يتطوى.
السؤال المطروح هو علاش بالضبط وزير الصحة ما بغاش هذا الملف هذا يتم التحقيق فيه ويعرفوا شكون هما المصابين بهذا الفيروس هذا؟ وعلاش شنو مصلحته الوزير؟ علاش يقول ما بغاش صداع؟ عزيز غالي كيقول بلي ان الصداع هو اللي خلى وزير الصحة زعما ما يبحثش في هذا الملف هذا ويعطي اوامر باش ان هذا الملف هذا يتطوى. ولكن في حقيقة الامر الا جينا نفكروا بالعقل، وحتى وزير الصحة الا فكر بالعقل، غادي يلقى بلي ان الصداع الحقيقي راه ماشي هو ان الملف يتطوى، لا، هو نقلبوا على دوك النساء، جوج ديال النساء اللي خداو الدم، سواء اللي خداته في الكلينيك في الدار البيضاء وكذلك اللي خداته في 20 غوش. هذوك النساء غادي نقلبوا عليهم في المراحل الاولى، كاين العلاج ممكن يتعالجوا وداك الفيروس هذاك نحاولوا يعني يحاولوا يتحكموا فيه. اما الى خلينا دوك النساء هكا وتطوى الملف، فهذا يعني ان دوك النساء غادي ينقلوا داك المرض لاشخاص اخرين. الا كانوا مزوجات ولا تزوجوا من بعد، فهذا يعني ان الازواج ديالهم غادي يتصابوا حتى هما بالصيدة، والاطفال ديالهم كذلك غادي يتصابوا بالصيدة. والا كانوا داروا شي اتصال اخر مع شي جهة اخرى، حتى ديك الجهة غادي تصاب بهذا الفيروس ديال الايدز، ودوك الاشخاص الاخرين غادي يبقى هكا في واحد الحلقه، غادي يبقى هذا ينقل في واحد السلسله، هذا ينقل لهذا العدوى، وبالتالي فغادي يكون الصداع الكبير هو هذا بالنسبه لوزير الصحه، على اعتبار انه هو الوصي على قطاع الصحه. اي حاجه غادي تدار في قطاع الصحه هو اللي غيكون مسؤول عليها. اذا هنا السؤال المطروح، علاش قلتكم في الاول بلي ان الامر يتعلق بجريمه؟ انا كاين اللي غيقول لك لا راه غير خطا وكذا سوء تقدير، لا راه ماشي سوء تقدير، هذه راه جريمه. منين كتعرف الخطوره ديال واحد الفيروس؟ هذاك الفيروس هذاك اصلا الناس اللي كتكون كاع كتمشي دير التحليل كيقول لها بلي راكي مريضه، راه ما كتقولش للزملاء ديالها ولا الاشخاص اللي كيكونوا معاها، ما كيقولوا لهمش بلي حنا فينا الصيدا، ماشي حيت باغيين ينقلوا لهم الصيدا، لا، هذه كاين الناس اللي كيبغيو ينقلوا الصيدا بهذه الطريقه انتقاما ولا بشي طريقه معينه. ولكن كاين ناس اخرين اللي كيفكروا بواحد المنطق، يقول انا الا قلت مثلا للصديق ديالي ارى فيا الصيدا راه عمرو غادي يجلس حدايا، عمرو غادي يتلاقى بيا، اذا غادي يعزلوني اجتماعيا، غيبقاو يهضروا فيا، اذا ذاك المعطى الاجتماعي كيخلي هذا الفرد هذا يخبع المرض ديالو، وكل ما تخبع ذاك المرض كل ما الخطوره ديالو كتكون اكبر، لان الاحتياط ما كيكونش، وبالتالي فالاحتماليه ديال ان هذا المرض هذا ينتقل كتكون احتماليه كبيره. اذا واش ما كتشوفوش باللي ان وزير الصحه مسؤول على هذه الكارثه العظمى، وباللي كيتحمل مسؤوليه كبيره، خاصه اذا ثبت انه فعلا امر ب ان هذا الملف هذا يتطوى عن اخره، وما يبحثوش على هاد النساء هادو ويعالجوهم ويحلوا هاد المشكل. السؤال الثاني، دابا انا كمواطن غادي نمشي للسبيطار باش نتعالج، غادي يكون خاصني الدم، هذاك الدم هذاك ناخذو انا وناخذ واحد الفيروس في واحد المستشفى سواء خاص ولا عمومي، واش هاد الشيء ماشي خطير؟ واش هاد المساله هادي ماشي مسألة خطيرة جدا؟ واش ماشي مسألة كتخوف؟ أنا مريض كنمشي للسبيطار باش نتعالج، كنصدق جايب معايا واحد المرض اللي هو أخطر من داك الشيء اللي كان فيا، راه إشكال هذا كبير. هذا الشيء لمن كنقولوا باللي أن الأمر لا يتعلق بخطأ عادي، هذا راه كارثة عظمى. يعني باش أنت لي بوش قبل ما تتأكد باللي راه فيهم شي حاجة ولا ما فيهمش، أنت كتمشي تعطيهم الناس باش يزيدوا الدم، لان خصهم الدم مثلا في الكلين، شنو دار دابا؟ شنو دار باش تفهموا السيتوياسيون مزيان؟ هاد المركز ديال تحقن الدم قبل ما يتاكد من لي زاناليز ديال دوك العينات ديال الدم اللي عنده، مشى يعطيهم انت خصك او لا خصك دوك سميتو الفصيلات ديال الدم هاك قبل ما يعرفوا النتيجه ديال التحليل. علاش؟ كيقول الاحتمال ديال ان شي واحد يكون مريض بالايدز احتمال صغير، اذا اعطيه معليش حتى التالي. منين مشاو لقاو بلي ان دوك دو بوش ربما الدم ديالو كيكون كياخذو اي واحد، ومشاو عطاو ولا شي ديك الفصيله ديال الدم ما كايناش، صافي مشاو باش يديبانيو داك الشخص، وفي التالي صدق خرجوا عليه. هادشي اللي وقع، جا التحليل فين راهم؟ ما كاينينش، تعطاو واحد تعطى ليه واحد تعطى ليه. اذا هاد الفضيحه باش غادي نتستروا عليها شنو خصنا نديرو؟ خصنا
نطويو هذا الملف هذا ونديرو حسي مسي. دوك الناس يقدروا من بعد يديروا التحليلات غادي يلقاو بلي انهم مرض بهذا، غادي يقولوا بلي جبنا ذاك المرض من شي جهه اخرى، هما ما عارفينش بلي انهم جابوه من المستشفى العمومي وكذلك من مصحه خاصه اللي كيخسروا. اللي انا نقول لكم انا عندي معطيات يقينيه من الناس اللي كانوا في السبيطارات، سواء السبيطارات العموميه وكذلك في الكلينيك، باللي كيشريو داك الدم باموال طائله. المواطن كيمشي يتبرع بالدم لله وفي لوجه الله في سبيل الله، ودوك الناس اللي كياخذوا في هاد المراكز هادو كياخذوا داك الدم كيمشيو يبيعوه في الكلينيك وكيبيعوه في المستشفيات العموميه، الناس محتاجين باموال طائله، وهذه هي النتيجه في التاريخ.